تفضل. انت المديره؟ ايه بس بالاول ما بيقولوا صباح الخير. لا صباح الخير ولا صباح كل سنه نفس الخبريه يا لك الاولاد بصرلهم بالمدرسه شهر بلشتوا ولك يا عمي ليه عم تقول هيك؟ شوفي شوفي بعتي لي ورق انه سبته لقصوطه يا اخواتي خليته الاوتوكار وادفع يا حمار. صدقني يا ابو عزيز صدقني كل شيء غليان كل شيء غليان. اذا كل شيء غليان ضروري على الفاضي والمليان. يا سيد ابو عزيز كل زدتهم عليك 500,000 ليره. ايه 500,000 لفك لف الف ورا الف الف ورا الف. رورو تعال اقعد يا ابو عزيز. انت ما بتعرف انه في مصاريف صيانه المدرسه؟ يعني مثلا في تضبيط الحمامات، في زرع الشتول، في تضبيط الملعب، في معاش الاساتذه. ايه اساتذه معنا شفت الاساتذه بهالمدرسه بالملعب كل واحد قاعد باصابعه وعم يلعب. ولك يا ابو عزيز 2000 دولار معاش معلمه الانجليزي. معلمه الانجليزي بدي لها حسب ومعلمه الجغرافيا فيكي وفيها واستاذ الجبر بدي ركبه على واستاذ الفيزيك حريم وبدي مش هيك يا حبيبي عمالك شوي نازل فينا طرق طرق. يا ابو عزيز نحن هون مدرسة متخصصة، يعني نحن ما بيهمنا انه تلميذ يتعلم ابدا، نحن كل اللي بيهمنا انه شخصيته تكون مستقلة. يعني عنا هون بتسمع رنة الابرة. رنة الابرة؟ سدي ليعك الابرة، كل يوم بتغلل الاقساط يا وخليتهم مليون وادفع يا مسطول. يا حبيبي بكفي انه نحن بنعلمهم فرنسي وانجليزي. تلحظ روحي علمي عبرة لقلك تلحظي ز انت ولاد متسقين فيي. هيدا قلت فيي. لا خلصني منك نابر. اذا ما قادر تعلمهم هون بالخاصة روح نابر علمهم بالرسمية. لك انا مش ناطر منكم المشورة يا لك انا كان فيني اعدو من مدرسة رسمية بس هونيك يا عيني الولد بطيز الولد بعدين عم يعلمهم فرنسي وانجليزي وسوري ولو ما العلم كان ضروري كنت شلتهم وعملت لك اسطوري. لك فيكم بالمدارس وبالزيادات منين بدي اعمل لك المليون ونص؟ بروح ببرم ورا السواح وب لك انتو لازم يجيكم رئيس حكومه لعبتكم يقص لخص الله ايامك يا سليم الحظ. هيك ولا ولادك ما حطهم عندي؟ ايه انا ولادي بدي اسجلهم. سمعتي شو عم قلي؟ وما راح ادفع قرش زياده بالاقساطه لانك انت وحده.